مرحبا، لا بغيتي تنقل عليا، هذا دائما جاز. انا كنت سائل كيفاش غير هذه اسبوع كانت الحسيمه سؤال محلي ما خصناش نطرحه، واليوم ولينا كنتهموا الاغلبيه، اغلبيه راشده ومسانده طبعا في تطبيق الدستور وفي تطبيق القانون، واي حاجه خرج عليها الحكومه ولا خرج عليها ايا كان احنا غادي نواجهها بما يلزم، لاننا احنا كنعتبر راسنا اغلبيه راشده وناصحه، وهذا الشيء اللي وقع في الحسيمه الكلمه ديالنا كانت واضحه فيما يتعلق بالمقترحات ديالنا للخروج من الازمه، فيما يتعلق كذلك مقترحات ديالنا في المعتقلين. شكرا.